وكرة القدم أكيد بدايتها كان ليها شوية كواليس عايزين نعرفها هنا في قناة الأهلي. لا، بدايتي كان من اختبارات. كان في كل سنة بيبقى في اختبارات كده في النادي الأهلي، بتتعمل على جميع المحافظات وفي جميع الأندية. فأنا من المعادي، من حتة اسمها عرب المعادي، حتة شعبية كان فيها نادي اسمه نادي شيكو. فكان ده السنة دي كانت فيها الاختبارات، فكان كابتن أسامة هو المشرف على أسامة كابتن أسامة عربي هو اللي كان المشرف على الاختبارات في الوقت ده. فانا رحت، وللناس ما تعرفوش اصلا انا رحت قبلها بسنتين وما قبلتش. يعني رحت سنه ما قبلتش، رحت السنه الثانيه ما قبلتش، فالسنه الثالثه فوالدي الله يرحمه قال لي خلاص انت جربت مرتين وخلاص ربنا مش موافق. قلت له انا عندي طموح ان شاء الله هروح النادي الاهلي. فرحت هناك دفعت الاستماره ودخلت جوه. ففي اول لعبتين كده، اول لعبتين كابتن اسامه قال لي تعالى، كابتن اسامه عرابي قال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له عندي 14 سنه. كان 14 سنه الا قال لي انت مواليد 86؟ قلت له اه. قال لي متاكد ان مواليد 86؟ قلت له اه مواليد 86. قال لي مش مزور ولا حاجه، عشان في الفتره دي كان الناس ايه بتيجي مزوره وكتير في الفتره دي. قلت له لا انا الحمد لله مواليد 86. قال لي طب خلاص. فخلاني معاه اليوم ده مع السن بتاعي، وبعد كده راح ملاعبني مع السن الاكبر مني. فالحمد لله طلعت كويس، فقال لي تعالى لي على النادي الاهلي. فروحت على النادي الاهلي، رحت القدر برضو رحت ما لقيتهوش، فهو اللي قال لي تعالى وهو اللي عارف ان انا لعيب كويس ولا لا. فروحت هناك كان كابتن بدر رجب برضو اللي موجود طبعا. سبحان الله. فروحت هناك طبعا. كابتن بدر قال لي تعالى انت مواليد كام؟ قلت له مواليد 86. قال لي انت لعيب كويس وخدني. المره اللي بعدها لقيت كابتن اسامه راح واخدني على طول في الاوضه جوه ومضاني على الاستمارات والعقد اللي انا بقى مقيد في النادي الاهلي. فالحمد لله دي اول ما رحت النادي. كابتن حسام، اشمعنى النادي الاهلي؟ من طموحي وانا صغير كنت على طول يا بتفرج على النادي الاهلي، كنت بحب قوي اللعيبه بتاعت زمان. كابتن كنت بتفرج عليهم، كابتن الخطيب، كابتن محمود صالح دربني برضه في الناشئين كنت بحبه جدا، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن عبد الجليل، ناس كتير قوي مش عايز انسى حد، كلهم لعيبه كبار ولاعيبه محترمه كنت بحب اتفرج عليهم. فكان عندي طموح، يعني نفسي انا اروح النادي الاهلي ونفسي العب ونفسي اتشهر ونفسي الناس كلها تتفرج عليا زي ما انا بتفرج على النجوم الكبار دول. فكان عندي الطموح والاصرار، واهم حاجه للناس يعني للصغيره اهم حاجه اللي انت يبقى عندك اصرار في حلم انت عايز تحققه، دي اهم حاجه. خليك ورا حلمك، خليك ورا المستقبل اللي انت عايز تبنيه لنفسك، فدي اهم حاجه. فانا الحمد لله سعيت